وللحديث مشاهدينا الكرام عن الصراع السياسي في العراق وما يدعيه البعض من ضغوط تمارس على الكاظمي في تشكيل الحكومة، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير الدكتور إياد العناس. دكتور إياد، بداية مرحبا بك. مساء الخير. أهلا بك. مع مرور أكثر من نصف المهلة الممنوحة للكاظمي لتشكيل حكومته، كيف تنظر إلى يعني هذه العملية والضغوط التي تمارس عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بخير، حياتي لك ولجميع المشاهدين. حقيقة الأمر قلق إذا قلنا أن هذه الحكومة لا تختلف عن باقي الحكومات شكلت بعد الغزو والاحتلال في العراق، فهي تكاد تكون الحكومة التابعة وتحمل نفس المضامين وتحمل نفس السمات التي اتصفت بها الحكومات، ولا زال المفهوم الطائفية السياسية والتوافقات السياسية هي العاملين الأساسيين في تحديد مسار هذه التشكيل الوزاري الحالي. وبالتالي علينا ان نعلم ان الاحزاب والكتل السياسيه تبحث عن منافعها الخاصه وتبحث عن كيفيه بقائها وتسييد الحكم بعيدا عن كل ما تعاني الشعب العراقي من ظلم ومكافحه ومن ضيق في العيش ومن كثير من الظلم الاجتماعي والتعسف الذي تعيشه قطاعات من الشعب. لا زالت هناك مراهنات على كيفيه انه حدوث توافقات من الاحزاب السلطه، ولكن انا اراها حتى الان غير واضحه في الافق، لا زال اختلاف كبير. لو نظرنا الى مسار التي تقوم به هذه الحكومه، لان اراها لا تختلف عن باقي المسارات الاخرى، اي انه ستظهر بحكومه ناقصه، اي لم تتم الحقائق التجاريه. لا زال هناك خلاف كما معتاد كما نراه. طيب دكتور اياد، وزير الداخليه الاسبق باقر صولاغ صرح ان تنظيم الدوله او داعش، يعني لا سيما في هجومه الاخير على صلاح الدين، هو يهدف للاسراع بتشكيل الحكومه خدمه لمصالح دوليه. هل هذا الكلام يعني منطقي من وجهه نظرك؟ لا، نحن لا يوجد لا ارى يعني حقيقه حاله واضحه فيما تحدث به على بيان جمبر. ما هو ماذا كان في ذلك؟ أنا أرى أن جميع الأحداث، جميع الأعمال الإرهابية تحدث، من هو المستفيد منها؟ هل يسعى لها المواطن في هذه المناطق؟ أم يسعى لها المكون الاجتماعي الذي في هذه المحافظات؟ نحن نرى أن هذه وراءها طبعا الكثير من المعايير والكثير من الأحداث، هذا لا يمكن الركون إليه كما هو يقول. ما علاقة أحداث تحدث هنا وهناك لتشكيل حكومة إلا إذا كانت أطراف لديها علاقه مع هذا، مع هكذا فعاليات او عمليات عسكريه او ارهابيه تعتري هذه المناطق. واذا ما يذهب هو بعيدا الى انه يتهم الدول الاقليميه ودوليه، نحن نعلم ان هناك فاعلات اساسيه، لا زالت التحالف الدولي مثلا بالولايات المتحده الامريكيه، لا زال النظام الايراني يعني يسعى الى التدخل في كيفيه تشكيل هكذا حكومه، وهذا الموضوع أصبح واضح بسبب عملية التخاذل الذي تستخدمه كل واشنطن وطهران سياستنا على تنفيذ مساحة النفوذ داخل العراق. يعني هناك صراع واضح بين كل من هاتين الدولتين لتحديد مسارات نفوذها، وبالتالي هي لا تتعارض في مصالحها على الأرض وخاصة فيما يتعلق بالميدان العراقي. فيما يخص الهجوم الأخير في صلاح الدين، يعني حاكم الزاملي يعزو هذا الهجوم إلى حالة التراخي وعدم القدرة الأمنية وعدم التعاطي الجدي عفوا مع المعلومات الاستخباراتية، هل هذا الأمر وارد من وجهة نظرك؟ هو لا زالت هناك كثير من الأمور، ونحن دائما قلنا أن هكذا تنظيم سوف لا ينتهي، تنظيم هكذا سيعود وستكون لديه ألياته ولديه أدواته، ولكن نحن لا يجب أن لا نعز دائما إلى موضوع القضايا التي تتعلق بالناحية الاستخبارية والأمنية. طبعا هناك ضعف قد تكون في بعض الأدوات والمتابعة والجانب الاستخباري في هذا في بعض المناطق التي ينشط فيها هذا التنظيم، ولكن أنا أقول هذا التنظيم معروف، ومعروف أدواته ومعروف قياداته ومعروف أيضا توجهاته، فعلى الجميع أن يعلم أن هناك تحرك وأن هناك حركة، ولكن هكذا امور قد تسلط الضوء على عدم انسيابيه حاله التراخي الموجوده. نحن نعيش ازمات كثيره وامور، ويجب ان لا تستغل هذه الحاله او الحالات الاخرى الجزئيه التي تحدث هنا وهناك للتغاضي عن ازمات يعيشها البلد. نحن نعيش ازمات سياسيه
في عدم تشكيل حكومه لمده سبع اشهر. نعيش ازمه سياسيه اقتصاديه في انخفاض اسعار النفط وعدم وجود اليه لتحديد ميزانيه الدوله، والتعرض الان الى رواتب الموظفين والمتقاعدين، وانخفاض في كيفيه انسيابيه التعامل في المشاريع التنمويه داخل البلد، عدم وجود رؤيه اقتصاديه وسياسيه. بالتالي هناك ايضا الجانب الصحي الان يعاني منه البلد في عمليه الفيروس وكورونا وطبيعه الاجراءات الصحيه. العراق يعيش ازمات كثيره، اما ان تاخذ جانب يحدث هنا وهناك يغطي عن هذه الامور، انا اراها ايضا تستخدم كاداه في عمليه تغطيه. طيب، على جميع كيف تنظر استاذ الدكتور اياد، يعني محافظ نينوى الاسبق اثيل النجيفي اتهم بشكل مباشر ايران بالوقوف وراء هذا الهجوم، كيف تقرا هذا الاتهام؟ هو طبعا الواضح انه كل من التغريدتين للبيان جبر صولاغ ولياسين جيفي كانت في مسار واحد من موضوع الحادث اللي حدث امس في منطقه مكيشيف او ما يدور حولها. هنا الجانب الاساسي، هناك اتفاق على ان هناك قوى خارجيه وهناك قوى تحقق هذه الملفات. قد لا تكون هناك كما قلنا موضوع ادوات تشتغل تنظيم او تشتغل حركه تنظيم هنا وهناك لتقوم بفعاليته، ولكن هناك ازمه سياسيه وهناك ازمه امنيه وازمه اقتصاديه تشكل عبئا على كيفيه اداره الازمات في العراق. العراق يفتقد الى رؤيه صحيحه ويفتقد الى قيادات تستطيع ان تواجه هكذا ازمات واكثر مواقف. لا توجد رؤيه فكريه، لا توجد رؤيه صحيحه لمعالجه كثير. طيب، إذا كان الدكتور أياد يعني هذه الحكومة تتشكل بتوافقات إقليمية ودولية مثل ما تفضلتم، يعني الولايات المتحدة وإيران الفاعلان الرئيسان في العراق، وهذه الحكومات التي تولد من خلال هذه التوافقات لا تستطيع إدارة الأزمات لا الاقتصادية ولا السياسية ولا الأمنية، إذا يعني لماذا تبقى هذه الحكومات تفرز نفس الوجوه وتقوم بإعادة تدوير نفس الشخصيات السياسية إذا كانت هي لا تستطيع حل هذه المشكلات الاقتصادية والأمنية والسياسية؟ لا زالت العملية السياسية هي العنوان الرئيسي التي أتى بها الاحتلال. الاحتلال الأمريكي لا زالت القوة المتمثلة بالولايات المتحدة ترعى هذه العملية السياسية لأنه هي من أتت بها، وبالتالي هي تستحكم إليها وتعتبرها الحالة الأساسية في قيادة في تسيير الأمور في العراق. ولا ننسى ان النظام الايراني ايضا يحتوي هذه العمليه السياسيه وسعى الى ابقائها كما هي لتحقيق مصالحه والاتيان بحكومه مواليه له تساعد على تنفيذ المخطط له التوسع في العراق والهيمنه على العراق. هذان يعني العمليه السياسيه هي كل ما ينتج الان هي نتيجه العمليه السياسيه ونتيجه المخطط الذي اتى به الغزو الامريكي للعراق. وهنا التوافق ما بين كل من الايرانيون والامريكان ينصب في ابقاء العراق على حالته الحاليه، عدم ابقاء العراق ضعيفا، ابقاء العراق محاصرا بازمات سياسيه اقتصاديه اجتماعيه، ويبقى العراق ضعيفا لكي يستمر المشروع التوسع الايراني ويستمر ايضا مشروع الاحتلال والهيمنه الامريكيه على العراق. من عمان الباحث في مركز الامه للدراسات والتطوير الدكتور اياد العناز، شكرا جزيلا لك.